يشارك وفد من مجلس النواب في اجتماع الجمعية البرلمانية الناتو بالتعاون مع البرلمان الإيطالي ومجلس الشيوخ في مدينة فلورنسا بإيطاليا. وقد استعرض الوفد المشارك تجربة البحرين في دعم حقوق المرأة في البحرين. كما يعد الاجتماع فرصة للبرلمانيين لمراجعة أهم التطورات الراهنة في المنطقة، حيث يشارك نحو 90 برلماني من حلف شمال الأطلسي والبلدان المشاركة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من فلورنسا بإيطاليا سعادة النائب عادل العسومي رئيس الوفد المشارك. بعد التحية سعادة النائب، كيف تقرؤون أهمية هذه المشاركة في هذا الاجتماع بالتحديد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نهنئ شعب البحرين، نهنئ البحرين قيادة وشعب بنجاح فحوصات طبية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وإن شاء الله ندعو له بالصحة والعافية وطول العمر ويبقي الخير للبحرين كلها. طبعا هذا المؤتمر جدا هام، يأتي بعد أحداث كبيرة جرت على مستوى العالم تقريبا. وتحدث في هذا المؤتمر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيسة البرلمان، وزير خارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية. طبعا احنا نقلنا تجربة البحرين في موضوع حقوق المرأة والتشريعات اللي حصنت حقوقها، وان البحرين الحمد لله تتميز بتجربة فريدة. فدعيناهم وهم قبلوا هذه الدعوة ان تكون تجربة البحرين من ضمن التجارب الدولية على مستوى العالم في حفظ حقوق المرأة واعطاها جميع حقوقها. فهذه طبعا احنا كنا امور كثيرة وصلنا لوين وصلت المرأة البحرين. نعم. المؤتمر لجوانب اخرى على رأس الإرهاب ومحاربة الإرهاب، وبينا أن مملكة البحرين استشعرت بخطر الإرهاب من بشكل مسبق عن كثير من الدول. بينا تجربة البحرين في التصدي للإرهاب، في التعاون مع جميع دول العالم في أنه يكون لها دور بارز، دور متميز في مكافحة الإرهاب. ووصلنا وجهة نظر البحرين أن الإرهاب ممكن يصل لأي دولة الآن، وصل لمستوى خطير جدا، وأن البحرين دائما تسعى للتعاون لتأصيل السلم العالمي. طبعا وتكلم وكان في هناك عن موضوع اتفاق فيينا وإيران مع الدول الغربية، وأكدنا على أن في هناك أمور كثيرة تعاني منها دول الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص، على رأس دعم إيران للإرهاب في البحرين ودعمهم للتفجيرات ودعمهم لحزب الله البحرين وحزب الله. نعم سعادة النائب، هل كانت هناك لقاءات جانبية بين الوفد البحريني والمشاركين، يعني خرجتم من خلال هذه يعني اللقاءات بنتائج؟ طبعا كان في هناك لقاءات، بس الأهم كان عندنا مداخلات. نعم. في كل هذه الأمور اللي قلتها الآن، مثل ما قلت يعني كان هناك يعني بقدر الإمكان حاولنا نواصل وجهة نظر البحرين في أن إيران ما أصبحت تلعب في أي دور إيجابي على مستوى الخليج، وأن هي تستقل اتفاق فيينا في الضغط على الخليج في دعم الإرهاب، في دعم الحركات الإرهابية في البحرين. فعلا يعني مداخلاتنا ونقاشاتنا سواء الجانبية أو على المستوى المؤتمر كانت تصب في أن احنا وصلنا وجهة نظر البحرين في كل هذه الملفات، في كل هذه القضايا. نعم. والأمانة كان في هناك إشادة كبيرة من جميع الدول اللي شاركت في أن البحرين فعلا دولة متقدمة في محاربة الإرهاب، دولة متقدمة في دعم المرأة وحفاظ غير على حقوقها. نعم. كان معنا من فلورنسا بإيطاليا سعادة النائب عادل العسومي رئيس الوفد المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية، شكرا جزيلا لك.